أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة على شاشة النيل، ونبدأها كالمعتاد مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار وأهم وآخر الأنباء الواردة إلينا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على صفحات للتواصل الاجتماعي من منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها عبر عقد امتياز مدته 99 عاما. نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء مؤكدة أن منشور متداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة وأنه غير صادر عن الهيئة على الإطلاق. كما شددت هيئة قناة السويس على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها وفقا للدستور، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المصريين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كذلك توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة. أكدت وزارة الأوقاف أنها تتحمل سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيا كان طبيعة الاستخدام لفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد، مشيرة إلى أن إحلال وتجديد المساجد وبناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور داخل سيارته في منطقة ريفية بمدينة فيجيفانو بإيطاليا. وأثبتت التحقيقات الأولية أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية على المواطن اتبعها الإشعال من الجناة للنيران في سيارته، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو الاتصالات مع جهات التحقيق للكشف عن الجناة بأسرع وقت ممكن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بقيادة الجيش الثاني الميداني، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تهم القوات المسلحة، مشيرا إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كما تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أهم الموضوعات والتحديات التي تشهدها المرحلة وكيفية مجابهتها بالأسلوب الأمثل والأسس العلمية المدروسة بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة. كما أوصى القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل
والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية، لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام. وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع القادة والضباط، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على قراءة المتغيرات الإقليمية والعالمية بأسس معرفية صحيحة، ومدى انعكاس ذلك على الأمن القومي المصري. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2023 بأكاديمية الشرطة، والذي شهد حضور كافة فئات المجتمع المصري. وضم المعرض التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 71، نظمت وزارة الداخلية المعرض السنوي لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية والكلية الإكليريكية وذوي الهمم ورجال الإعلام والصحافة وأسر الشهداء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. وجود عدد كبير من الشعب المصري للمشاركة والدعم والمساندة ده إضافة كبيرة. المصريين كلهم مفروض يحتفلوا بيه، لأن ده بيعبر عن اليوم اللي استشهد فيه رجل الشرطة وهو بيدافع عن مصر في معركة مهمة جدا في الإسماعيلية. شرف ليا طبعا إن أنا أكون متواجد النهاردة، ويا رب دايما كده ربنا يحفظ مصر وشعب مصر وشرطة مصر وجيش مصر. شهد الحضور عروضا متنوعة قدمها طلبة وطالبات كليات الشرطة تعكس جاهزيتهم وكفاءة عمليات الإعداد والتدريب داخل الكلية، كما تم تقديم عروض للفروسية وكذا كلاب الأمن والحراسة، فضلا عن العروض الموسيقية. الاحتفال النهاردة الحقيقة احتفال جميل وليه طبيعة خاصة. أجمل لقطة أنا شفتها مشاركة الأطفال والأسر مع بنات ورجال الشرطة. مصر جميلة برجالها، رجال الشرطة ورجال الجيش، ربنا يقويهم يديهم الصحة ومتفوقين، ودايما هم دول الأمان والحد الآمن لكل الشعب المصري. بجد بشكرهم من قلبي على المجهود اللي بيعملوه كل سنة، وكل سنة هم طيبين، وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى وزارة الداخلية كلها. نشكر طبعا كل رجال الشرطة طبعا على الواجب الوطني اللي بيقدموه لينا دوت، وبجد احنا فخورين بيهم. احنا بنحب خالص كل سنة نيجي نشارك هنا المعرض ونشارك ان احنا نحتفل معاهم بعيد الشرطة. وانا فخور ان انا حرم شهيد، وفخور ان انا موجودة في المكان ده النهاردة، والحفلة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. شفت اشياء رائعة وكنت مبسوطة جدا جدا، وكل سنة وانتوا طيبين عشان عيد الشرطة. الفريق كانت جميلة جدا، استمتعنا بكل العروض اللي فيها، كان في عروض متنوعه ومختلفه كتير جدا. فرحت جدا بالاستعراضات الحلوه قوي دي، وكمان هم وزعوا هدايا حلوه قوي على الاطفال. المعرض تضمن احدث المركبات والمعدات والتكنولوجيا الحديثه التي تستخدمها مختلف قطاعات وزاره الداخليه لاداء مهامها الامنيه والخدميه. وتجول الحضور بين جنبات المعرض وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، وفي مقدماتها سيارات الأحوال المدنية المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات قطاع الأحوال المدنية، حيث قام بعض الحضور باستخراج الأوراق الثبوتية من هذه السيارات، وكذا سيارات المرور المجهزة بأحدث أجهزة الرصد المروري وسيارات الحماية المدنية والنجدة والمدرعات.
كل مرة فعلا فعلا بيبقى فيه تكنولوجيا جديدة وفي فكر جديد. إن شاء الله يا رب دايما كده من خير لأخير لأحسن من كده كمان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أفراد وضباط الشرطة بخير وأسرهم وأبنائهم. ربنا يحفظ أولادنا ويحفظ جميع رجال الشرطة اللي بيحموا البلد وبيحفظوا الأمن والأمان في البلد دي. كلمة شكر لرجالة بيوصلوا الليل والنهار للعمل على حماية أمننا وسلامتنا. مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. تم شاهد البرامج التوعوية بمخاطر المواد المخدرة وجهود وزارة الداخلية في التصدي لها، وأثنوا على جهود وتضحيات رجال الشرطة في كافة مجالات العمل الأمني. كل عام وهم جميعا بخير، وربنا يقدرهم ويقويهم، وهم سندنا وظهرنا طبعا وايد في ايد باذن الله معاهم على طول. شفنا تدريبات جميله جدا، وقدرنا احنا كمان نشوف التطور اللي حصل في الشرطه خلال الفتره اللي فاتت في حمايه الامن القومي وحمايه البلد. رحت عند عربيات الشرطه ركبتها كلها وعجبتني. كل سنه وانتم طيبين. انا اتبسطت قوي النهارده، ركبت عربيات كتير. الحفله كانت حلوه قوي قوي بالنسبه ان انا اول مره اشوف حاجه زي كده، وكانت تجربه لذيذه جدا يعني. انا الصراحه شايف يوم جميل جدا والله، وحاجات مبهره جدا وخلت الواحد مبسوط وفخور جدا يعني ما شاء الله. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. اجواء احتفاليه سادت ارجاء المعرض، حيث امتزج الحضور بين جنباته للتعرف على محتوياته وتجربتها، مع التقاط الصور التذكارية التي تخلد احتفالهم بهذه المناسبة الوطنية. والله مبسوطة جدا وسعيدة ان انا كنت من المدعوين النهاردة ان انا شاهد العرض الجميل. انا مبسوط جدا 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 ان انا موجود هنا دلوقتي، وفرحان جدا بالعروض اللي انا شفتها. انا مبسوط جدا ان انا جيت هنا النهاردة وشفت العروض وشفت العربيات كلها وركبتها. انا مبسوط جدا جدا وبشكرهم على التعب والمجهود اللي هم عملوه لنا. شكرا على الحفلة الحلوة، وشكرا انكم بتحبونا بتهتموا بينا. هذا المعرض الذي امتزج مع حضور شعبي من كافة فئات المجتمع للاحتفال بعيد الشرطة 71، انما هو تأكيد على التطور المستمر في الأداء الأمني والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ذلك، ويؤكد على أن الاحتفال بعيد الشرطة هو احتفال الشعب بشرطته التي تحميه وتسهر على أمنه. أنا بحب الشرطة جداً وعايز لما أكبر أطلع ضابط. كل سنة طيبين، تحيا مصر. كل سنة وأنتم طيبين، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة طيبين، تحيا مصر. مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع للشرطة المصرية في الاحتفال بالعيد 71 للشرطة، واستعراض لكافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء رسالتها الأمنية، وهو ما يؤكد أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإطلاق مبادرة ابني أديبا، حرصا منها على تنمية شخصية الأطفال ورفع الوعي للنشء. كما نظم فريق المبادرة زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وشملت الزيارة تجول الأطفال في قاعات المعرض بالإضافة لجناح الطفل والذي شمل العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والعديد من العروض. واستقبل وفد التنسيقية الدكتور أحمد بهي الدين مدير المعرض وسعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأكدوا على إعجابهم بفكرة المبادرة وما حققته من نجاح، كما أشادوا أيضا بكافة الجهود التي تستهدف التنمية الثقافية للأطفال. وتنضم لي عبر الهاتف النائبة سهى سعيد أمين سر التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بك سيادة النائبة. أهلا بحضرتك. نبدأ بالفكرة، فكرة ابني أديبا، إلى أي مدى أثناء الإعداد والترتيب لهذه المبادرة استقريتم على هذا الهدف بشكل عام، وما أهم ما تحوي هذه المبادرة إلى جانب الزيارة التي تحدثنا عنها قبل لحظات؟ خليني أقول لحضرتك أنه مبادرة ابني أديبا هي جزء من الاستراتيجية الكاملة للطفل اللي تتبناها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال استراتيجية 2023 اللي تم إطلاقها منذ أيام.
كانت يعني البدايه الناعمه زي ما بنقول انه عملناها في ابني اديبا. بنحاول ان احنا نبعد عن الطفل عن السوشيال ميديا الجزء اللي هو اللي يعني المضر منها، وبنحاول انه نعزز في اولادنا تاني في زي ما احنا اتربينا القراءه والكتابه والثقافه النافعه من وجهه نظرنا. في نفس الوقت عايزين نعود بيه تاني لهويته الوطنيه بعيدا عن يعني محاولات التضليل اللي ممكن يلاقيها اثناء تعامله مع الالعاب المختلفه او تغييب مبادئ القيم بتاعتنا اللي اتربينا عليها. من خلال ده احنا قررنا انه يكون في تدريب للاطفال على القراءه والكتابه، يعملوا قصص قصيره، وعلشان نربطها بالتكنولوجي قررنا انه يكون فيها جزء تعليم الجرافيكس، ان هم يحولوا هذه القصص لجرافيكس. مع الوقت اتطورنا بقينا بنرسم الاشكال قبل ما نحركها وهكذا. الحقيقه كان لقينا انه في استجابه عاليه جدا، يعني الشغل مع الاطفال في استجابه عاليه جدا. في نفس الوقت كنا بنديهم يعني زي محاضرات او سيشن عن العلم والهويه وعن حقوق الطفل وحقوق الانسان. بناخدهم زيارات مختلفه ومتنوعه، بنحاول يعني نوجد مدخل ثقافي اخر للطفل او مسار يمشي عليه ينمي مداركه اكتر من السوشيال ميديا اللي يمكن بتعزله عن واقعه وعن المجتمع. فكرة بناء الأديب بشكل عام هي يعني ليست فكرة ذات اتجاه واحد، بمعنى أنه الأديب قد يكون من بيئة شديدة البساطة، قد يكون ابن أسرة ثرية، قد يكون وصل إلى أعلى مراحل التعليم أو لا، يعني هذا الاختلاف وهذا التباين، لكن في النهاية نستطيع أن نصل إلى أديب ومثقف حقيقي من اتجاهات مختلفة. الآن وأنتم يعني وضعتم الاستراتيجية الخاصة ب 2023 والخاصة بالطفل ضمن الاستراتيجية المتكاملة للتنسيقية، ماذا أيضا تحوي هذه الاستراتيجية على مدار هذا العام إلى جانب هذه الفعالية والتي ارتبطت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي هو لفترة محددة فقط في العام؟ هي استراتيجية، هي مبادرة ابني أديبا جزء من استراتيجية كاملة للطفل. الاستراتيجية الطفل دي بتمتد للمدارس وللصحة النفسية للطفل والاستعادة تندر المدرسة الصيفية، يعني هي مبادرة متكاملة لسه هنتكلم عنها خلال العام وخلال فعاليات العام 23. الاستراتيجية فيها محاور كتيرة، محاور بناءات متعددة، محاور بناء متعدد. ده بيتكلم عن الصحة النفسية، بيتكلم عن يعني في جزء منه ليه علاقة بالتنمية الاقتصادية زي ما قلت لحضرتك، التماسك الأسري، وليه شق اجتماعي أكتر من الشق السياسي، لأن احنا عندنا قناعة إنه وجه آخر من السياسة ليه عمق وليه امتداد كبير في المجتمع، وإنه تهيئة المواطن ليه يعني السلامه النفسيه للمواطن وتهيئته الاقتصاديه والاجتماعيه هي اللي ممكن تخليه يستوعب العمل العام ويستوعب يعني الممارسه السياسيه بشكل، اذا كنا فعلا بنعزز تنميه الحياه السياسيه وبنعزز المشاركه السياسيه. اشكرك شكرا جزيلا النائب سوى سعيد امين سر تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. انتهى الجزء الأول مشاهدينا الكرام من حلقة الليلة، الجزء المخصص للأخبار، ودعونا الآن نتوجه إلى الفقرة الحوارية. في الدقائق القادمة نتناول مع حضراتكم قمة داكار لتمويل وتنمية البنية التحتية في إفريقيا بالسنغال، هذه القمة التي شاركت فيها مصر، على رأس وفد مصر كان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والذي ألقى في القمة كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعنى العام والمباشر من هذه القمة هي قمة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا. البنية التحتية في القارة السمراء كانت دائما مشكلة عصية، وكانت مشكلة المشاكل في بعض الأوقات، لأن القارة تأخرت كثيرا في بناء
وتهيئة بنيتها التحتية بشكل الذي يسمح لها بالانطلاق اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا إلى آفاق أكثر رحابة. ولكن مؤخرا وبدأ عدد كبير من الدول الإفريقية وعلى رأس هذه الدول مصر بدأت أن تتنبه كثيرا لهذه المعضلة وبدأت في أعمال تهيئة قياسية لبنيتها التحتية. إذا أخذنا الأمر بالقياس على مصر نستطيع أن نكتشف الفارق على مدار السنوات الماضية وكيف أن البنية الأساسية هي نقطة البدء التي يمكن منها أن نراكم كثيرا والكثير من الأمور التي تتعلق بمفهوم التنمية المستدامة والذي هو الهدف الأهم والأسمى للدولة المصرية ولمعظم الدول الباحثة عن مستقبل أفضل. مفهوم الاستدامة هو مفهوم أممي وضعت له الأمم المتحدة الكثير والعديد من المعايير والأهداف، وتسعى كل دولة أن تضع أجندة خاصة بها لتصل إلى هذه المفاهيم الخاصة بالاستدامة. بعد فاصل قصير نناقش مع حضراتكم مآلات قمة دكار لتمويل وتنمية البنية التحتية في إفريقيا، القمة التي عقدت في السنغال على مدار يومين. خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل البنية التحتية في إفريقيا، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة الإفريقية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة. وأشار مدبولي إلى احتياج القارة الإفريقية لنحو 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. وعلى هامش المشاركة في القمة التقى مدبولي بالرئيس السنغالي ماكي سال لاستعراض جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس السنغالي. من جانبه قال الرئيس السنغالي إن مصر كانت دوماً نموذجاً متميزاً لإفريقيا، وفي السنوات الأخيرة حققت نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها. في الوقت ذاته شارك رئيس مجلس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت أولويات تمويل البنية التحتية في إفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية. على هامش فعالية قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية حريص الرئيس على تبادل أطراف الحديث مع ممثلي الشركات المصرية، حيث أشاد الرئيس السنغالي في حضور رئيس مجلس الوزراء بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات كبيرة انعكست على الطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية. من جانبه أكد رئيس الوزراء للرئيس ماكي سال أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها في السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ومصر لديها شركات متميزة في مختلف مجالات البنية الأساسية، وهو ما عقب عليه رئيس سال بالإعراب عن شكره لحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع السنغال.